تتخيل مدى ثروة الفنان المصري عادل إمام التي أخفاها خوفا من الحسد، ولن تصدق ما فعل بها، سيصدمكم حتما. عادل إمام أحد أشهر الممثلين المعمرين في السينما المصرية والملقب بالزعيم، والذي بدأ الحياة الفنية من الصفر حتى وصل إلى الشهرة الكبيرة التي هو عليها في الوقت الحالي. وفي تقريرنا التالي سنتحدث عن كم تبلغ ثروة عادل إمام، نظرا لأن هذا الأمر يلقي اهتماما كبيرا بين جميع المعجبين، لطالما كان لقبه الزعيم من غيره. إنه الفنان المصري الشهير عربيا وعالميا عادل إمام، حيث سنكشف لكم عن الثروة الحقيقية التي يمتلكها الممثل القدير في كل بنوكه المحلية والدولية. جدير بالذكر أن لعادل إمام أكثر من 150 فيلم وأكثر من 10 أدوار بطولية في أفلامه كما سبق، وفجرت صحيفة أمريكية مفاجأة حين ذكرت بأحد فروعها للشرق الأوسط أن عادل إمام يأخذ حصة الأسد من ظهوره على كل فيلم، حيث يأخذ حوالي 30 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 4 مليون دولار، إضافة لكل هذا ونقلا عن مصادر موثوقة، فقد تم التأكد أن ثروة عادل إمام في كل البنوك المحلية والدولية قد بلغت حد 250 مليون دولار، حيث ذكر نفس المصدر أن عادل إمام يحتفظ بثروته لنفسه وليس لجهات عائلية كما يفعل أغلبية الشخصيات المشهورة، فضلا عن توزيعها في مجموعة من البنوك الغربية والقسط الأكبر بالبنك المصري. زعيم الكوميديا الفنان القدير عادل إمام الذي استطاع أن يتربع على عرش الكوميديا طوال مشواره الفني دون أن يستطيع أحد أن يزعزع مكانته، ولعل حب الجمهور له من أهم أسباب حفاظا على هذه المكانة، بالإضافة على موهبته الفنية الفريدة وكذلك قدرته على التنويع في أدائه بشكل متواصل. ولم يتوقف إبداع الزعيم في مجال الكوميديا فقط، ونجح في تمثيل أدوار متنوعة منها الأكشن والدراما وغيرها. اسمه بالكامل هو عادل إمام محمد إمام، من مواليد 17 مايو عام 1940 من قرية شاها مركز المنصورة بمحافظة الدقهالية شمال القاهرة، ولكنه انتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة وهو ما زال طفلا. التحق الزعيم بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وبدأت موهبته في الظهور على مسرح الجامعة. بدأ عادل إمام مشواره الفني في الستينيات مع فؤاد المهندس في مسرحية سري جدا، ثم مسرحية أنا وهو وهي التي كانت الشرارة الأولى لنجاحه، وتولت مشاركته في العديد من الأفلام في هذه الفترة، ولعل مسرحية مدرسة المشاغبين هي بداية تربعه على عرش الكوميديا لفترة طويلة. وأشهر مسرحياته بودي جارد والزعيم. تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني التي تفضل الابتعاد عن الإعلام. وبداية تعارفهما كانت أثناء تواجدها في منزل صديقه سمير خفاجة، فقد كانت جارته، وسرعان ما تزوج وأنجبت له 3 أبناء. ولدينا هم المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام وكذلك فتاة واحدة. وأكد عادل إمام على دورها العظيم معه ومساندتها له دائماً.
ويعتبر النجم عادل إمام هو الفنان الأغنى على مستوى الفنانين في مصر، يليه النجم عمرو دياب. استطاع عادل إمام جمع هذه الثروة طوال مشواره الفني الذي بدأ منذ عام 1960 وحتى الآن، ويبلغ مقدار ثروة الزعيم عادل إمام حسب صحيفة أمريكية حوالي 250 مليون دولار، أي ما يفوق 4 مليار جنيه مصري تقريبا. وانتشرت بعض الأخبار عن تجاوز ثروة الزعيم عادل إمام هذا المبلغ وتقديرها ببلوغها الضعف تقريبا، ولكنها مجرد تخمينات دون وجود مصدر رسمي أو إثبات لها. قدم عادل إمام العديد من الثنائيات الناجحة مع فنانين، منهم الفنانة لبلبة والفنانة يسرى والفنان سعيد صالح والسندريلا سعاد حسني وكذلك الفنانة إسعاد يونس. وقدم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية التي تتجاوز 150 عملا، وتنوعت بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية والسياسية مثل طيور الظلام والإرهابي وعمارة يعقوبيان والتجربة الدنماركية. ثم اتجه في السنوات الأخيرة لتقديم المسلسلات في موسم السباق الرمضاني مثل فرقة ناجي عطلة ومأمون وشركائه، وآخر أعماله كانت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل فالنتينو. وأكد عادل إمام إنه لن يعتزل الفن طالما يستطيع الوقوف أمام الكاميرا حتى لو ساعات قليلة بسبب المشاهد الساخنة. الفنانة آثار الحكيم طلبت من عادل إمام الاعتذار، مفاجأة نكشفها لكم بشأن الفنان الكبير عادل إمام والفنانة آثار الحكيم ولم يعلمها الكثيرون، وهي تصريح صادم لآثار الحكيم صرحت به بعد عرض فيلمها مع الزعيم النمر والأنثى وطالبته فيه بالاعتذار. القصة بدأت من عند عادل إمام عندما قال في تصريح له من قبل إنه يرفض دخول ابنته وزوجته عالم التمثيل حتى لا يتم تقبيلهم من قبل أحد الفنانين أو تقديمهم مشاهد جريئة وساخنة. ورفضت آثار الحكيم أن يقبلها عادل إمام في فيلم النمر والأنثى الذي قدمه معاً، وصممت على ذلك. وبالفعل تم تصوير المشهد بالخداع التصويري أو التصوير الوهمي دون أن تأخذ القبلة بشكل حقيقي. ست نساء في حياة الفنان عادل إمام استحوذ على القلوب منذ طلته الأولى على الشاشات وتعلقت به الجماهير، ولتفوقه لقب بالزعيم ودخل قلوب المشاهدين من أول رفعت حاجب تميز بها. فقدم العديد من الأدوار التي استطاع خلالها الفنان المصري عادل إمام أن يتميز. الفنان عادل إمام رحلة فنية حافلة بالأعمال التي أصبحت راسخة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب وحتى العالم كله. كان حلما لكل فتيات جيله، إلا أنه اكتفى بست نساء فقط في حياته. والدته تعد والدة عادل إمام سببا في حب الجمهور له نتيجة لتكرار دعائها ربنا يحبب فيك خلقه، فصرح في العديد من اللقاءات الصحفية بذلك. فبالرغم من عدم تعلمها كانت لديها حس ثقافي كبير، وكانت تفضل الزعيم عن باقي أشقائها بالرغم من أنهم كانوا يعيشون حياة صعبة، وتحملت ظروف والدهم السيئة زوجته. تعرف الزعيم عادل إمام على زوجته هالة الشلقاني التي تنتمي إلى إحدى عائلات المجتمع الراقي في القاهرة بشباك تذاكر السينما، وتزوجها بعد قصة حب وأنجب منها 3 أبناء هم رامي إمام ومحمد إمام وابنتهم سارة. جاء ذلك بعد استمراره لرفض الدخول في ارتباط رسمي، لكنه تغير موقفه بعد أقل من سنة من تعارفهما ثم الزواج، حيث شجعته ووقفت بجانبه وحمسته على النجاح في كل أعماله. وقال عنها الزعيم في تصريحه
تصريحات تلفزيونية إنها الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يكن يتخيل يوما إنه لن يتزوج بها ابنته. لم ينجب الزعيم سوى بنت واحدة تدعى سارة، رفض دخولها الوسط الفني وقال إنه فكر في الأمر مطولا، واكتشف إنه لا يستطيع أن يجد ابنته تقبل شخصا غريبا عنها، ثم يصفق لها ويعبر عن إعجابه بما فعلت عندما تعود إلى المنزل أخته. يحب الفنان عادل إمام أخته منى كثيرا، حيث كان متعاونا معها بشكل كبير في طفولتها وحتى أن كبرت وهي تستحوذ على جزء كبير من قلبه. الفنانة مديحة حمدي: خطب الزعيم في فترة السبعينيات مديحة حمدي، لكن لم تستمر الخطبة إلا بضعة أشهر، ثم حدث بعدها انفصال سريع، ولكنها كانت محطة مهمة في حياة كل منهما، وزال تأثير كل واحد منهما على الآخر حفيداته. يقدس الزعيم عادل إمام الحياة العائلية، لكن حفيداته من الفتيات يحصلون على النصيب الأكبر من حبه. نرجو أن يكون نال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتهى الفيديو، شكرا على حسن المتابعة.